صباح الخير لكل المشاهدين. اليوم التمارين الرياضية رح تكون عم بتركز على منطقة السفلية من الجسم أو اللور بادي. رح نكون عم نشغل الأرجل ونساعدكم تتخلصوا من الدهون العنيدة اللي بتتراكم بمنطقة العضلات الرباعية أو ما يعرف بالكوادريسبس. شو هن التمارين؟ تابعونا غريس ميا وأنا ماريان. أول شيء مشاهدينا، أنتم بحاجة لفرشة أو مات. رح نكون مددين على الفرشة بشكل نكون aligned، أي الرجل مع الهيب أو الحوض والكتف بتكونوا بخط مستقيم. من هون راح نقرب قدم اليمين نحطها قدام الشمال، صارت الشمال لورا. من هون منعلي القدم لفوق ومنوطي، منجرب مندقها بالأرض. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 مرتين بعد واخر مره. رح نخليها هون مشاهدينا، رح نعمل 12 ضربه متتاليه. 4 5 6 7 8 9 3 مرات واخر مره. بننزلها على الارض بنرتاح. هلا بنوضع القدم الثانيه قدام بس التحتانيه بنرجعها لورا. صار رؤوس القدم موجهين على الارض. من هون بنعلي لفوق بننزل مندق بالارض. 2 3 4 5 6 بنجرب نخلي القدم مستقيمة. 7 8 9 10 مرتين بعد بنخليها فوق. من هون مشاهدينا بنعمل 12 ضربة متتالية فوق. 4 5 6 7 8 9 10 وبننزل بنرتاح. هلا رح نرجع نمد الاجر على بعضهم. من هون رح نقرب القدم لقدام، بنخليها هون، بنرجع لورا، نرجع بنمدها لورا، ننزل على النص، نرجع لقدام على النص لورا. 3 4 5 7 to go. 1 down. 6 more. 8. إذا حدا مشاهدينا ما عنده توازن يهدي الجسم تبعه هو عم بيقوم بهالحركة، في يوضع هيدي الإيد من ورا، هيك بصير عم بيثبت جسمه أكتر، هيك بتكون سهلة أكتر. كمان من هون رح نخلي القدم هون، رح نعمل 12 ضربة متتالية قدام. 3 اجري مثل ما لاحظتوا بتضلها مستقيمة. 5 6 7 8 9 10 11 و12 بنخليها شوي، بنرجع لورا، بنعمل ضربات خلفية. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و12 نبرم لتاني جهة. زيت الطريقة مشاهدينا، جسم تبعنا بده يكون الاين، اي القدم والهيب والشولدر بده يكونوا بخط واحد. بنقرب قدم الشمال فوق اليمين، من هون بنعلي بنوطي. 2 ما بندقها بالارض لنتحدى حالنا اكثر، واكيد الاشخاص المبتدئين فيهم يدقوها بالارض ويعلوا. 4 5 6 7 8 9 10